وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، ضيفي الكريم بعد التحية. الاحتلال الإسرائيلي يهدد بشن هجمات برية في رفح رغم التحذيرات الدولية من تبعات تلك الخطوة. في رأيك، هل يستطيع المجتمع الدولي والدول الداعمة للاحتلال أن تثني إسرائيل عن تلك الخطوة التي من شأنها أن تتأزم الأوضاع في المنطقة؟ بكل تأكيد إقدام إسرائيل على تنفيذ تهديداتها باجتياح رفح، منطقة رفح، سيكون له تداعيات كبيرة جدا. نعم. وسيتسبب في وقوع مذبحة. العالم اليوم أمام خيارين، إما أن ينتصر للقانون الدولي وللقيم والأخلاق التي يتغنى بها، وإما أن يترك إسرائيل تسرح وتمرح وتتصرف كدولة فوق القانون. نعم. هل يستطيع المجتمع الدولي أن يجبر إسرائيل على كف عدوانها؟ بكل تأكيد. لكن هل المجتمع الدولي مقتنع، وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية، مقتنعون بأنه يجب وقف هذا العدوان؟ هذا هو السؤال. حتى لو لم يقتنعوا، هل سيجبرهم شيء على تغيير وجهة نظرهم؟ اللغة الوحيدة التي يمكنها أن تجبر أي دولة وأي جهة على تغيير سياساتها وتغيير مواقفها إما أن تكون لغة القوة أو لغة المصالح. لغة القوة ربما الآن يعني مستبعدة نسبيا، تبقى لغة المصالح. علينا أن نخاطب كعرب وكمسلمين وكأسرة دولية، أن نخاطب صاحب التأثير الأول في وقف العدوان أو استمرار العدوان، الولايات المتحدة الأمريكية. أن نخاطبها باللغة التي تفهمها، إما لغة القوة وهذا هذا مستبعد، وإما لغة المصالح وهذا وارد. وسبق أن جربت هذه اللغة وآتت ثمارا طيبة في عام 73. جميعنا نتذكر إنبال حرب أكتوبر كيف لعبت لغة المصالح، لغة الاقتصاد، لغة النفط، كيف لعبت دورا محوريا في المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي وأجبرت أمريكا على تغيير سياستها. إذن نحن أمام لغة واحدة للحديث مع الدول الداعمة لدولة الاحتلال، وهي لغة المصالح. طيب، داخل هذه الدولة، دولة الاحتلال، هناك مشاحنات بين رئيس الوزراء ورئيس الأركان الإسرائيلي بسبب هذه العملية المرتقبة وفقا لتصريحات مكتب نتنياهو، وكذلك أيضا هناك احتجاجات ضد الحكومة للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين والتوصل لهدنة. في رأيك، هل تستجيب إسرائيل لنداءات الداخل أم ستكمل مخططها في مواصلة العدوان الغاشم على غزة؟ هذا جزء من المعادلة، ليس كل المعادلة. التأثير الداخلي الإسرائيلي والرأي العام الإسرائيلي على قرارات الحكومة وقرارات الجيش بكل تأكيد له تأثير، لكن هو ليس كل شيء، هو جزء من المعادلة يجب أن لا نهمله، يجب أن ننتبه إليه جيدا ونستفيد منه إذا لزم الأمر. يعني هل من الممكن أن يكون هذا المحور داعم للحديث مع الدول الداعمة لدولة إسرائيل؟ بكل تأكيد. بكل تأكيد، تأثيرات الرأي العام في إسرائيل، تأثيرات الرأي العام في الأسرة، في المجتمع الدولي، في العالم، في أوروبا، في أمريكا على وجه التحديد له دور، ويجب ألا نستهين بالرأي العام سواء في داخل إسرائيل أو في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. وأيضا المشاحنات أيضا مع رئيس الأركان، يعني من المعلومة أن رئيس الأركان هو المسؤول عن تحريك كل جندي في المعركة، هذا تطور ربما. نعم، هذا الموضوع، المشاحنات والاختلافات في داخل المؤسسة الإسرائيلية هو جزء من معركة السيطرة السياسية. نتنياهو من جهة يدرك أن توقف أو يتوهم أن توقف الحرب سيودي به إلى المحكمة وسيطور سلطته. خصومه السياسيون ينتظرون هذه اللحظة، لكن هناك ما يشبه الإجماع في إسرائيل على استمرار الحرب في غزة، إلا إذا كما قلت تغيرت المعادلات الأخرى. وأقصد المعادلة الأمريكية الدولية، إذا تغيرت هذه يمكن أن تشكل
ضغطا حتى على الرأي العام في إسرائيل وعلى مؤسسة الحكم في إسرائيل سواء كانت سياسية أو أمنية أو عسكرية باتجاه تغيير السياسات التي تنتهجها الآن في قطاع غزة. نعم، السيد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.